السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ طبعا النهاردة هتكلم على حلقة مختلفة خالص عن الحلقتين اللي احنا نزلناهم قبل كده. اولا كمعلومة، يعني القناة بتاعتنا مش بتتكلم بس على الجزء التقني او الجزء اللي هو التكنولوجي، لا، في بنتكلم على حاجات تانية كتير. القناة بشكل عام هي منوعة، تمام؟ فالنهاردة ان شاء الله هنعمل مجموعة جديدة كقسم، هنتكلم على حاجة مهمة جدا الناس كلها بتسألني عنها، اللي هي السي في. ازاي اعمل سي في؟ في ناس كتير جدا تيجي تعمل سي في، تروح تدخل على النت، جايب اي ديزاين اي تمبلت وتبدأ تغير فيه ويقولك ده افضل سي في. السي في يا جماعة بشكل عام، قبل ما نقول ازاي بنكتبه، عايز اقول حاجة مهمة جدا. السي في هي عبارة عن المسج الاولى بالنسبة للإتش آر عشان يقدر يقول لي أنا عايز أشوف الأستاذ ده، أو أنا عايز أشوف الأنسة دي أو الأستاذة دي عشان أعمل معها انترفيو. فدي نقطة مهمة. يبقى إذن السي في بتاعي هو مش كل حاجة، ولكن العنوان الأول ليه؟ طيب مبدئيا كده يا جماعة، في السي في لما أجي أعمله، أولا السي في ملوش فريم، ملوش بوردر، تمام؟ طبعا ببدأ باسمي، بيبقى في نص البيج بتاعتي، بكتبه ثلاثي أو رباعي. تحتيه على طول مباشرة بكتب الايميل بتاعي. لازم يا جماعة يكون عندي ايميل، ونخلي بالنا الايميل بتاعنا يكون يا جماعة فورمال. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا اسمي جمال، مش هكتب مثلا الايميل بتاعي او الايميل بتاعي اسمه جيمي، تمام؟ مش مثلا محمد فكتبه ميدو او دودي او كده يعني، تمام؟ فدي نقطة مهمة جدا. يبقى اذا لازم يبقى فورمال، اد بقى جيميل هوت ميل مش هتفرق، هي فكرة بس اللي انا يكون عندي ايميل فورمال. طيب تالت حاجة تحتيها العنوان. والعنوان يا جماعة، أنا بشوف سيفيز كتيرة كاتب لي هو ساكن في حارة، من شارع، من عطفة، من منطقة، من حي. لا، التفاصيل دي كلها لا، يكفي جدا المربع اللي أنا ساكن فيه بالحي طبعا بالمحافظة، تمام؟ رابع حاجة هيبقى الموبايل، وطبعا يا جماعة بكتب رقم الموبايل اللي هو بالفعل شغال. دول كده أول أربع حاجات لازم أكتبهم، تمام؟ طيب بالنسبة لبعد كده هكتب ايه؟ في ناس بتحب تكتب الأوبجكتيف او الاهداف بتاعتها، وانا من وجهة نظري، وده يعني مع مناقشة كتير مع ناس اتش ار، بيقولوا لي ان شاء الله حتى ياخدوها كوبي بيست بس تتكتب. فانا بصراحة شايفها ايه، روتينية، ما يهمنيش النقطة دي قوي. طب انا ممكن اكتب احلى كلام وبعد كده في الانترفيو نفسه يبقى فيه حاجات تانية، مش اللي هو ده اللي انا بعمله، تمام؟ فبالتالي اول حاجه بعد ما بكتب دول ابدا بقى كده، لو انا شغال السي في بتاعي عربي او انجليش، ودي هنبقى نتكلم فيها في اخر المحاضره، بكتب الخبرات. خلاص انا عرفت اسمك او اسمك وساكن فين وساكنه فين، اخش بقى على الاكسبيرينس. واحد يقول لي طب والكواليفيكيشنز؟ طب انا خليها قبل الاكسبيرينس. اقول لك لا، يعني انا مثلا مهندس رايح اقدم في مطلوب مهندسين، اكيد يعني اكيد اللي انا مثلا مش معايا لسانس اداب، مش معايا مثلا تجاره، تمام؟ فلازم ابتدي بالاكسبيرينس. ونركز يا جماعه، بالنسبه للخبرات ابتدي بالاحدث فالاقدم. وفي نقطه مهمه، لما اجي اكتب الفتره بتاعتي بكتب من شهر كذا، يعني مثلا ايه، من اكتوبر 2013 ليناير مثلا 2016، تمام؟ لو انا عندي خبره او كنت شغال في مكان اقل من 6 شهور ما اكتبوش، كانه مش موجود. او بقى بصراحه حاجه تانية، اللي انا ازود الايه الفتره دي، يعني هم 6 اخليهم 9 او اخليهم سنه. وهكتب اسم الشركه واكتب الجوب ديسكريبشن بتاعتي، بس هنت صغير، انا كنت شغال هناك ايه، بقوم بمهام كذا وكذا وكذا، تمام؟ طيب ده كده يا جماعه بالنسبه لمين، بالنسبه للاكسبيرينس. بعد كده بقى بخش على الكواليفيكيشن. وبالنسبه يا جماعه للمؤهل، دي برضو نقطه مهمه، بكتب المؤهل بتاعي والجامعه اللي انا خريج منها وبس. بس من حيث ايه؟ والله بقى لو انا الجريد بتاعي، التقدير بتاعي يعني امتياز، فيري جود، اوكي اكتبه. اقل من كده يعني ما اكتبوش. وطبعا بكتب اللي انا خريج سنه كذا. ده كده بالنسبه للايه؟ للكواليفيكيشنز. طيب ايه تاني؟ في بعد كده بقى اللي هي الجزء بتاع السكيلز بتاعتي. يعني هدي مثال، انا مثلا معايا كمبيوتر، الاقي ناس كاتبه اللي هي مثلا حاصله على الاي سي دي ال وعامله لي كده براكت وتقول لك ايه وورد واكسل وباوربوينت، ده بيكتب لي 7 برامج. ما يا جماعه خلاص، يعني انا كاتب الاي سي دي ال اوريدي، هي بتشرح التفاصيل دي، فما اكتبش كتير. في ناس بتكتب لي مش عارف اللي هي واخده كورس انجليش 2 ليفلز ومش عارف،
لا ما يكذبش، انا اوريدي مثلا جود انجلش تمام. طيب ده كده بالنسبه للايه للسكيلز بتاعتي. برضو يا جماعه لو انا مثلا كنت عامل فاينل برزنتيشن، عامل مشروع تخرج، الحاجات دي برضو بذكرها، واخد مثلا شهادات تقدير اذكرها. مثلا كنت في مشاريع مثلا او حاجات اللي هي بتبقى فري دي برضو اكتبها. طيب اخر حاجه اللي هي البيرسونال انفورميشن، هكتب فيها ايه، تاريخ مثلا ميلادي، مثلا موقفي من التجنيد الجيش، طبعا محدش بقى يكتب لي ايه، والجنسيه مصري، ما يعني يا جماعه دي مش محتاجه يعني تمام، فدي مش هتتكتب يعني. طيب في بقى برضو نقطه تاني مهمه يا جماعه، واحد بيقول لي انا السي في بتاعي احط عليه صوره ولا ما احطهاش، واحطها يمين ولا شمال تمام. فدي نقطه فعلا بتبقى كتير. اولا يا جماعه السي في ما بيتحطش فيه خالص صوره نهائي مطلقا الا في حاله واحده، لو انا بقدم على وظيفه على النت يعني وببعت الميل وهو قال لي ايه with photo، ففي الحاله دي خلاص انا مضطر احط صوره، غير كده انا ما احطش الصوره. طيب بالنسبه للصوره بقى نفسها، لما اجي مثلا حد كان طالب مني الصوره يا جماعه لازم تبقى فورمال، ما تبقاش مثلا صوره في فرح، صوره في مكان، صوره مش عارف سيلفي، الكلام ده لا تمام. طيب السي في بقى اعمله عربي ولا انجليش؟ السي في يا جماعه يحبذ اللي انت او اللي انت يكون معاكي الاثنين العربي والانجليش، عشان في اماكن كتير وانا مش عايز اقول مثلا يعني زي الاماكن الحكوميه كلها عربي تمام، بعض المؤسسات والشركات اللي هي البسيطه عربي، وفي نفس الوقت ما اكتبش اي حاجه غير اللي انا واثق منها عشان هتسئل فيها. واحاول يا جماعه اللي انا ما الفش، ليه بقى؟ عشان الاتش ار اللي قدامي ده ما برضه واحد فاهم، فكل ما انا هالف كل ما انا هتسئل اكتر، فكل ما انا هقع في الكلام، فدي نقطه مهمه. يبقى اذا السي في اقدر وده يحبذ اعمله عربي وانجليش، واقدم ده او اقدم ده بناء على الشركه تمام. ده يا جماعه باختصار ازاي اكتب السي في بتاعي. طبعا في نهايه الحلقه دي مستني اسئلتكم اقتراحاتكم، ممكن مثلا نتكلم في موضوع ايه بشكل عام. طبعا السبسكرايب يعني باكد عليها جدا عشان توصل للاستفاده للناس كلها، وتفعيل الجرس، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد في موضوع تاني. السلام عليكم.